فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يشعر الميت بزيارة أهله له وهو في قبره؟ نعم، ورد أنه يشعر بذلك وأنه يفرح بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ثم يقول: وهل صحيح أن من رأى ميتا في المنام على حال حزن أو بكاء أنه عتاب لمن لم يزره؟ لا، قد يكون إن الميت عليه دين ولا عليه شيء يحتاج إلى من يسدد عنه، والرؤية تختلف، ويسأل عنها في وقتها، يسأل من يحسن التعبير عنها. نعم.